أبطال الجيش واللجان الشعبية يسقطون طائرة أباتشي إماراتية بمنطقة لودر بين البيضاء وأبين، وتطهير عدد من المناطق في تعز. سيطرة القاعدة على عدن يكشف حقيقة الدعم السعودي للإرهاب والتطرف. وحدات من الجيش واللجان الشعبية تسيطر على موقعي مشعل وملحمة سعوديين بجيزان. الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة يؤكد أن استهداف المنشآت المدنية والمطارات والموانئ سوف يقابل بالمثل.